طبعا احنا رايحين ماتش كبير وماتش مهم وزيه نفس اهميه بقيه ماتشات المجموعه. احنا رايحين بهدف ان احنا نكسب ان شاء الله ونسعد الجماهير ونرجع بالثلاثه بونت باذن الله. طبعا الماتش اللي فات ماتش كويس، خدنا منه بونت، بس ده مش هدفنا، ده مش هدفنا الرئيسي. احنا دايما هدفنا ان احنا ناخد الثلاثه بونت من اي ماتش بنلعبه، ان احنا نرجع مصر كسبانين وسلام ويعني الجمهور مبسوط مننا ان شاء الله. طبعا احنا يعني بنتمنى الشفاء العاجل لكابتن شناوي ونقول له الف سلامه وربنا يرجعه لينا بالسلامه واحسن من الاول ان شاء الله. واحنا تحت امر النادي كلنا، يعني احنا في اي وقت النادي محتاجنا احنا جاهزين. مصطفى شوبير عمل ماتش كبير في الجزائر وببارك له على الماتش ده، والناس مش عارفه الضغوطات اللي بتبقى على الجون اللي ما بيلعبش، فهو قدر يتخطى كل ده وقدر يعمل ماتش كويس، وانا ببارك له ان شاء الله نرجع من غانا واحنا كسبانين ومعانا 3 بوينت باذن الله. طبعا انا ووفا اخوات يعني مع بعض في النادي من زمان قوي، يعني 2008 وبعيدا عن الكوره، يعني احنا دايما دايما قريبين من بعض ودايما بنتكلم ودايما بنتمنى الخير لبعض، وهو لما بيبقى كويس انا كويس وانا لما ببقى كويس هو كويس، فاحنا دايما يعني بنشد بعض في التمرين ودايما عايزين ان احنا الاثنين نبقى كويسين، وان شاء الله الفتره الجايه نقدر نظهر من ده باذن الله. اقول لهم يا رب ان احنا نقدر نطمنكم ونقدر نسعدكم في البطوله دي، وان شاء الله نكون قد المسؤوليه باذن الله.